دائما يعايرني بالاقرع. الاقرع اي رده دائما معتاد. اهلين فصولي مره. ترى انا ما عندي واحده صغيره واحده كبيره واحده، لا انا كلكم زي بعض. اخر واحد اللي مر بمرحله ما بعد الركود اللي هو انا، اللي انا انجلت اخر شيء بعدين انتقل لمرحله الركود. طبعا انا كنت متوتر من الوالد اكثر من الحادث نفسه، فجاني ولمني اللي يعني خلاص انت سليم عادي ما عندك مشكله. الرتم بالصوت يتغير، خلاص نعرف انه لازم الحين ريديتر يبرد. اذا كان ساكت ما يتكلم هذا خلاص نعرف انه على طول انه غضبان. على كثر ما يعصب لا على طول يهد، ولكن لحظه الغضب فعلا ساكن تماما. اكثر صفه يعني انا ما اخذتها منه اني يعني شخص مكتفي بذاته، شوي يعني في برود. حبيت الصفه هذه وبديت انا اكتسبها حتى بحياتي. يعني الالتزام في الاوقات ورثنا هذا الشيء من الوالد اللي هي تسامح، فما يأس، عنده إصرار أنه يوصل لشيء اللي في راسه، فهالشيء أنا اكتسبته منه أمانة. كان دائماً بشوش وانعكس علي هذا الشيء. أني أخذت أكثر شيء الصبر بمحبة الناس، يعني دائماً التنازلات الوالد يقدمها للناس، فأعتقد هذه يمكن إن شاء الله أنا ناخذها منه. فممكن الكفاح وفي أدق التفاصيل يعني الوالد مرة حريص فيها. رزقت مولود وسميته على اسمه، بصراحة هو بكى، فهذه اللي كانت أثرت فيني شوي. أول كلمة طبعاً حاب أقول له أني أحبك حجم السماء ومرة مشتاق لك. ما في كلام يوصف الأب أو كلام يقال، يعني ما يكفيش. الله يطول بعمرك صراحة، بابا طلعنا من أحسن الناس. يعني لولا الله ثم هو ولا ما وصلت للي أنا وصلت له الحين. بس ودي أقول أن الله يخليك لنا. أقول له أحبك. أنا فخور فيك يبا. والله لا يحرمنا منها يا رب، يرزقنا ببره يا رب إن شاء الله. أنا فخورة فيك وكل فتاة بأبيها معجبها. صباح الفل يبا، شلونك؟ صباح الخير. بمناسبة يوم الأب أني أنا أحبك، أني أنا مرة فخورة أني بنتك، وأقول إن شاء الله الله يطول بعمرك ويخليك لنا يا رب. الله يخليك، الله يخليك، الله يطول لنا بعمرك. شكرا شكرا طال عمرك. هلا بامي، هلا بامي، ودعتك رب العالمين، ودعتك رب العالمين. الله يبارك فيك ويوفقك ويجعلك حلوه على الجمله. ابشر يوصل ان شاء الله.